السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل الناس اللي بتابع قناتي. النهاردة وصفة جديدة جدا، هنعمل ريموفر ميك اب، هنعمل أقطان اللي هي بتشيل الميك اب وكمان بتعمل على تنظيف البشرة. بجد شوفوا الفيديو هتشوفوا وصفة حلوة جدا، وبجد بتعمل تنظيف عميق وبتعمل ترطيب كمان للبشرة. طبعا قبل ما نبدأ ونشوف المكونات بتاعتنا النهاردة، أتمنى ان انتوا دايما تعملوا لي لايك وكومنت وشير للفيديو عشان القناة تكبر وتستمر، وان شاء الله اقدم لكم محتوى افضل ومميز وهادف بإذن الله. ولأول مرة تشوفوا اي فيديو ليا عموما او تشوفوا قناتي، يعني ما تطلعوش الا لما تعملوا سبسكرايب حالا وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، وتتابعوا دايما كل ما هو جديد معايا في عالم السكين كير. النهاردة هنعمل ريموفر ميك اب. طبعا الناس بدل ما نشتري من برا، لا احنا ليه نشتري او نعمله لنفسنا، او ان احنا بنعمله كمنتج تجاري. لو انت عندك صفحة او جروب بتاعك وبتشتغلي في منتجات السكين كير، فهتعملي وصفة حلوة جدا 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 بجد، مرطبة مفيدة للبشرة مغذية، في نفس الوقت بتنظف تنظيف حلو جدا مع الترطيب. دي النهاردة كانت بصوا الأقسام اللي عملناها، الخليط اللي فيها بصوا بيشيل بجد أي حاجة على البشرة، وبينظف وبيرطب، بيخلي بشرتك كمان بعد التنظيف مترطبة حلو جدا جدا جدا، وبتستفيد من كل المكونات اللي كانت موجودة في الوصفة دي بتاعتنا. فلو عاوزين تشوفوا الطريقة يعني شوفوا الفيديو للآخر، وما تنسوش تحطوا لايك وكومنت لو عجبكم الفيديو، وتشيروه عندكم عشان الناس تستفيد معاكم بالوصفات الجميلة السهلة دي. بصوا بقى الجمال، يعني نظفت بجد حلو، والبشرة مترطبة وطرية وناعمة وجميلة. جربوها هتعجبكم بإذن الله. ادخلوا على قناتي، هتلاقوا فيديوهات كتير جدا في السكين كير، وفيديوهات كمان في مجالات تانية تعليمية. زي ما انتوا عارفين طبعا القناة بتاعتي محتواها متنوع، فيديوهات تعليمية في مجالات مختلفة، وكمان وصفات أكل سريعة ولذيذة واقتصادية، وتعجب اولادكم جدا 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 جدا. يعني ادخلوا على القناه كده هتنبسطوا باذن الله. تعالوا بقى نبدا ونشوف عملنا النهارده الخليط الجميل ده ازاي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجه انا عندي جل الالوفيرا، انا بجيب عبوه كده كبيره من الصيدليه بتنفعني، ولو عندكم طبعا الالوفيرا الطبيعي بتطلعوا الجل بتاعه. بعد كده عندي زيت جوجوبا، عندي زيت جنين قمح، بعد كده كمان عندي فيتامين اي، لو مش عندكم تجيبوا كبسولات من الصيدليه، وعندي زيت شجره الشاي، ده مطهر طبيعي للبشره. هحط لكم كل الفوائد بتاعت الحاجات دي في صندوق الوصف. معايا الاقطان اللي هي بتاعه ازاله الميك اب، بتشتروا طبعا باكت كده من الصيدليه بينفعكم. طبعا انا عشان استخدام شخصي فاستخدمت العلبه دي، احنا بنستخدم برطمان شكله شيك، يا دوب بيبقى قد مقاس كده الاقطان، يعني عشان يبقى يا دوب مقاس بالظبط نطلع القطن بتاع ازاله الميك اب فيبقى مقاس مظبوط، فهتبقى عبوات صغيره مش كبيره. بصوا بقى، اول حاجه اخدت معلقتين كبار من زيت الخروع، بعد كده عليهم معلقتين كمان من الجل الالوفيرا بس معلقتين صغيرين، بعد كده معلقتين صغيرين كمان من زيت الجوجوبا، كل حاجه هنستخدمها معلقتين، بعد كده كمان معايا معلقتين صغيرين من زيت جنين القمح، يبقى زيت الخروع معلقتين كبار، بعد كده اي حاجه معلقتين صغيرين سواء جل الالوفيرا او زيت الجوجوبا او زيت جنين القمح. الفيتامين اي بحط كده تقريبا معلقه برده صغننه، فيتامين اي ده تحفه جدا للبشره بجد، وبيحافظ على الزيوت بتاعتنا لان هو يعني مضاد للاكسده. زيت شجره الشاي 5 نقط بالظبط، زيت شجره الشاي من اغلى انواع الزيوت على فكره، ريحتها ريحه المطهرات، لان زيت شجره الشاي ده معقم طبيعي ومطهر، الناس بتستخدمه في المنتجات اللي هي بتبقى التعقيم اكتر، لان هو بيعمل على تقطيم وقتل او منع البكتيريا، سواء لو عملنا مزيل رائحه عرق ونستخدم زيت شجرة الشاي بيقضي على البكتيريا في المنطقة، فبالتالي هو مطهر قوي جدا للبشرة. فهنزل لكم كل فوائد الزيوت اللي استخدمناها النهارده في صندوق الوصف عشان تتعرفوا عليها. احنا كده خلاص خلصنا الخليط الجميل بتاعنا، لو حسيتوا قوامه تقيل شويه ممكن تزودوا زيت جوجوبا او زيت جنين قمح لحد ما القوام بتاعه يبقى سلس شويه، فده بيرجع لكم. بعد كده طبعا احنا اتفقنا ان انتوا لو بتعملوا منتج تجاري بتجيبوا برطمانات شكلها شيك، مقاس الاقطان دي بالظبط، ما تبقاش كبيره عليها عشان تبقى حلوه وانتوا بتطلعوها بتطلع على طول، لكن انا طبعا كاستخدام شخصي فانا بستخدم الحاجات اللي موجوده عندي في البيت.
ببدأ ان انا بعمل طبقات، بمعنى ان هي بعد كده بتبقى سهلة خلاص، كل ما باجي بعمل باخد على طول. او ممكن ان انت تحطيه في باكج كده، بيبقى مجموعة اقطار مع عبوة فيها الخليط بتاعك اللي هو مزيل الميك اب. ولكن الافضل ان احنا نعمله بالطريقة دي، بجد بيبقى احلى بكتير، لان الاقطام تبقى تشربته كويس جدا، فبيعمل على الازالة بتاعة المكياج والحاجات القوية، وكمان في نفس الوقت بيرطب البشرة وبنعمل تنظيف بيه. يعني انتم ممكن كل يوم قبل النوم لو حابين تنظفوا بشرتكم كويس جدا، بناخد قطنة من الاقطان اللي احنا عملناها، وبنبدأ ان احنا نعمل مساج لبشرتنا بيها كويس جدا، بعد كده ننشفها ونمسح كويس. هتعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها. يعني لو انت خرجتي مثلا بدون اي ميك اب ورجعتي البيت وحابه تشوفي بشرتك فعلا عامله ازاي، جربي القطن من الاقطان دي وامسحي بس وشك، يعني هتشوفي حاجات رهيبه بتطلع من سواء بقى عوادم السيارات والتراب الموجود في الجو بره. فاولا هي بتزيل الميك اب، تاني حاجه ان هي مرطب للبشره، تالت حاجه ان هي كمان بتعمل على تنظيف وترطيب البشره، يعني بتعمل تنظيف عميق. حلوه جدا، جربوها ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم. يا رب ما كنتش طولت عليكم. طريقه سهله جدا، زي ما قلت لكم ان انا العبوه دي عشان استخدام شخصي، ولكن انتوا بتجيبوا برطمانه شكلها الشيك، مقاس الاقطام بالظبط علشان تبقى يعني ما تاخدش مساحه وفي نفس الوقت تطلع بسهوله. الاستخدام طبعا زي ما شفتوا في اول الفيديو، ان احنا بناخد القطن بتاعنا وبنبدا ان احنا نشيل بيه اي ميك اب على وشنا، على ايدينا، ننظف بيه وشنا بدون اي حاجه. يعني خرجنا وجينا عاوزين ننظف وشنا تنظيف عميق، فبناخد ونبدا ان احنا ندلك بشرتنا كويس جدا، ونبدا ان احنا نمسح بقى وننشف كل الكلام ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، يكون شرحي سهل كده وبسيط يعني، وظبط معاكم ان شاء الله. تنسوش بقى دلوقتي لو لسه مش عاملين لايك اعملوه حالا حالا حالا، لان ده بجد بيرفع القناة على اليوتيوب والناس تبدأ تشوف الفيديوهات ومجهودي ما يضيعش. ولو لسه مش عاملين سبسكرايب الحقوا اعملوه حالا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروا اقوى فيديوهات تعليمية في مجالات كتير جدا، وصفات اكل سريعة واقتصادية على قد الايد وفي نفس الوقت مش مكلفة وعلى قد امكانيات البيت المصري البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.